فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامة. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الجليل فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله يا مولانا الشيخ. المرة الماضية أو بالحلقة الماضية تكلمنا في مسألة تقديم العقل على النقل وما يترتب عليها وبعض تعاملات السلف مع النص من المنطلق العقلي، واليوم نريد أن ننتهي إلى إيراد مجموعة من الأحاديث التي قيل إنها تعارض العقل ونتناقش حولها، ثم نخوض بعد ذلك في مسألة المصلحة لارتباطها بالعقل وبالنص أيضا. فأبدأ بالإشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اضرب، اذهب فاضرب عنقه، فوجده في ركي يتبرد فيها، فقال: اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب، فكف عنه علي رضي الله عنه. فهم يقولون: كيف يعقل أن يأمر صلى الله عليه وسلم بقتل رجل قبل أن تثبت عليه التهمة، ولا ينقذ إلا بهذه الصدفة أن يكتشف علي أنه كان مجبوبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خاصية، وهي أنه مؤيد بالوحي، وإذا أمر بقتل إنسان فإن ذلك لأمر مغيب عنا لا نعرفه، كما أن الخضر قتل الغلام ولما سأل راجعه موسى في ذلك بين له أن هذا ليس عن أمره وإنما هو بوحي جاءه من عند الله. فلذلك قد يباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دماء المسلمين وأموالهم والتصرف فيهم ما لا يباح لغيره صلى الله عليه وسلم، هو أولى من المؤمنين بأنفسهم، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد يتصرف بالمصلحة العامة لأنه إمام المسلمين، وصيانة مقام النبوة، وحتى من مجرد كلام الناس فيه هذه مصلحة عامة للمسلمين، وتهدر في مقابلها المصالح الخاصة الضيقة. وقد يكون الرجل أصلا منافقا، علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون دمه أصلا مباحا بالوحي، ولا نعلم أنه لم يقتل، لم يقتل، هذا لأمر آخر، لكن المهم أنه تصرف بمانع منع قتله، لكن المهم أنه قد يباح دمه لأسباب أخرى خفية عنا، ويطلع الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أتاه جبريل فأمره أن يقتل الحارث بن دريد بن الصمة، الحارث بن سويد بن الصمة الأنصاري، فذهب إليه فأتاه في قومه، فأمر ابن عمه عباد بن بشر أن يضرب عنقه وهو في ملأ قومه، فقال: علام يا رسول الله، فوالله ما نافقت منذ أسلم. فقال: لا أقتلك على النفاق، وإنما أقتلك بالمجذر بن ذياد، فقد قتلته غيلة يوم أحد. لم يعرف ذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك أحد من خلق الله، وقد كان قتل أبي في الجاهلية فتمكنت منه في وقت المعركة وهو بين العدو فقتلته. فمد عنقه فضربه ابن عمه عباد بن بشر وقتله. طيب، فمثل هذا النوع من التصرفات النبوية هو عن طريق الوحي، والوحي ليس أمرا قابلا للقياس حتى نقصه نحن إلى عقولنا، والجزم بأي شيء منه مصدره الجزم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته، وأنه لا يتصرف إلا وفق أمر الله، وهذا منطلق إيماني إذا انطلق منه الإنسان استسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، حديث الشيخين: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، هذا واضح المناقضة لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، المقصود هنا أن هذا من شأن النساء الوراثي، شأن النساء الوراثي فاحجة؟ لا، قوة الغريزة فقط. هذا المقصود. حواء لم تخن زوجها أبدا، ربما أراد بالخيانة فقط أنها ساعدت الشيطان على وسوسته. لا، هذا المقصود أن لا تفهم أنها هي كانت سببا مباشرا وأنها خانت حتى يقتدى بها. حواء لم تخن زوجها قطعا،
وزوجات الأنبياء حرم الأنبياء. طيب كيف نفسر الخيانة بالحديث؟ الحديث كانه ينص على أنها خانت. لا، المقصود هو إنما خانت امرأة نوح وامرأة لوط بمؤازرة الأعداء، هذا المقصود بخيانتهما، فليس المقصود الخيانة في الفراش، فهمت؟ فالمقصود بذلك السعي وراء حب الدنيا أو حب البقاء أو غريزة من الغرائز. كان وراثة عنها. نعم، هذه وراثة. طيب حديث الشيخين أيضا غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. بني المصطلق وهم غارون. نعم. وفيه الغدر والخيانة. لا، ليس غدرا ولا خيانة، بل هم الذين غدروا وطردوا والي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم. والمقصود بغارون هم يعلمون أنه غزا، أنه غاز وقادم إليهم لا محالة، لأنهم الذين ابتدأوا بالحرب، لكن مكنه الله منهم من غير مقاومة، وهذا معنى غارون هنا. وهذا كثير في حروب العرب كما قال عنترة: فما شعروا حتى غشينا بيوتهم بديمة قتل مغدق الودق مرجفي. مقصود المفاجأة. إذن المفاجأة. نعم. طيب وحديث مسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهبوا إلا فاقتلوه فإنه كافر، وفي رواية أخرى 3 أيام. نعم. يعني هو العقل كيف يتصور أن تأذيني حية في البيت وأستأذن 3 أيام ونروح، أين أذهب؟ لا، المقصود بذلك أن هذه الهوام التي تدخل البيوت ليست كلها ذات سموم، وليست كلها مما تتبثل به الشياطين، فلذلك إذا ناشدها حرج عليها بالمناشدة ثلاث مرات فاختفت. فهذه الرواية هي المعتمدة، أن ذلك 3 فقط. لكن 3 أيام أيضا. 3 أيام. نعم، لكنه تحمل على هذه. فأذنوه 3 أيام. يعني هذا النوع ليس من قبيل اللفظ النبوي. إذا اختلفت الرواية في اللفظ، فمعنى ذلك أن أحد الراويين رواه بالمعنى. فهمت؟ والرواية الأولى هي الأكثر شيوعا، وهي وهذا ترجيح نص أن نقول بالعقل. لا، ليس بالعقل، هي القضية هنا قضية تحريج. الأصل فيه ألا يكون في 3 أيام، الأصل أن يكون 3 فقط، لأنها التي وردت، وزيادة الأيام هذه زيادة. لو قلنا بهذا كيف ستطلع؟ لو قلنا بها ما في إشكال بالنسبة للصبر على هذه. وقد عرف في المدينة وفي غيرها أن بعض الحيات تتعايش مع الناس مددا في داخل البيوت. هذا يكون في يعني في المناطق القليلة ومع أقل الناس والأكثر. وقاله لأهل المدينة، وأهل المدينة إلى الآن فيها أسر تتعايش معهم حيات من فترة، وهم بمثابة ضيوفهم يضعون لها الطعام والشراب وتناموا بين أولادهم وما تضرهم ضررا. عجيب هذا. طيب خير. أيضا الحديث الذي عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها. آية كذا وكذا. نعم. أذكرني، هكذا اللفظ عندي، كذا وكذا آية، أو آية كذا وكذا كنت أسقطها من سورة كذا. نعم. وهذا فيه مناقضة لقوله: سنقرئك فلا تنسى، ولعصمة الوحي، ويفتح بابا للشك فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس القرآن. كذلك، بل عصمة الوحي ليس المقصود عصمته من لا ينسى هو شيئا ثم يذكره غيره، فالمهم أنه معصوم لا يمكن أن ينسى مطلقا، فهذا التذكير هو من العصمة. يعني هو نسيان بعد التبليغ مثلا. نعم، نسيان بعد التبليغ وبعد أن حفظه الصحابة. والله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، قراءة الجمهور ننسها. فلذلك لا ينافي هذا أبدا جمعه له بصدره، ولا ينافي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى ولو نسي ولا يناقض فلا تنسى وغيره. نعم، فلا تنسى. فلا تنسى معناه لا تنسى نسيانا مستمرا. لكن كل سكوت عن القراءة هو نسيان مؤقت، ولذلك أنت الآن لم تكن تتذكر في هذه اللحظة أنك تحفظ الفاتحة، فإذا أعدتها على نفسك وجدت نفسك تحفظها، وهكذا. فإذا مثل هذا النوع من المؤقتات لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ووراءه أبي بن كعب فأخطأ في آية، فلما سلم التفت فرأى أبي فقال: هل لا أصلحتها إذ شهدتها؟ قال: ظننتها نسخت يا رسول الله. فمثل ذلك خطأ اللسان هو من الطبيعة البشرية، ومثل هذا النسيان ليس المعنى أنه كان نسية تلك الآيات أصلا بعد أن بلغها وبعد أن حفظها أصحابه فلم تبقى في حفظه أصلا، بل المقصود لا، حتى في ترتيبها أنها من هذه السورة أو في بعض الكلمات فيها بعض الجمل إلى آخره. حديث الوائد والمؤودة في النار. نعم، هذا أيضا حكم عن أمر يتعلق بالجاهلية،
وأهل الجاهلية الذين ماتوا على جاهليتهم، من لم تقم عليه الحجة منهم غير معذب، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهم لم يأتهم رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: ما أتاهم قبلك، ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، قالت: ما أنذر آباؤهم. طيب، فلذلك هذا أدعى إلى أن لا تكون في النار. لا، لكن قد يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أنها إذا امتحنت يوم القيامة فإنها لا تجيز المحنة. هو الحديث في موؤودة بعينها، يمكن أن يكون بعينها، أو إذا قلنا في كل موؤودة، في المقصود التي رضيت بالوأد وشاركت فيه. وقد كان عدد من الفتيات يشاركنا، يأمرنا آباءهن بالوأد ليتخلصنا من الضغوط الاجتماعية ونحو ذلك. وأيضا إذا قلنا إنه عام في كل موؤودة، فيمكن أن يكون قد بلغه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنهن لن يجيبنا لكن هكذا المعنى لا يصبح عمال العقل في النصوص مطلقا. إذا شيء ما لا ليس غير ظاهر قلنا لعله وحي، ولعله لا، هذا كله فهم، والفهم هو من أعمال العقل. لكن المهم أن يكون العقل تابع للنص وخادما له في مثل هذا النوع، بعد أن ثبت أن هذا النص صحيح. طيب، إذا ثبت أن النص صحيح يكون العقل تابعا له وخادما له وشارحا. وهذا كله من أعمال العقل وليس من إهماله ولا من تغطيته. هذا أكون قد سبق الحديث في مطولا. حديث عمرو بن ميمون في البخاري قال: رأيت في الجاهلية قردة، نعم، قردة اجتمع، أو نعم، قردة اجتمع عليها قردة، نعم، قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. نعم، يعني هو أولا غير مفهوم صحة العبارة، لأنه الحيوانات في الجملة ليس بينها التزاوج، وهذا المحافظة على الأعراض. حتى تسمع القصة كاملة. طب حتى أقول لك ما قاله الحميدي. لا، لكن لحظة بس، حتى يسمع المشاهدون القصة. طيب، القصة أن عمرو بن ميمون كان في سفر فأوى إلى شجرة فجاءت القردة، فرأى أن كل قرد معه صاحبته وهي تسير هكذا تكون أسرة. فلما رأى قردا كبير السن قد شاخ ومعه صاحبته فتركته حتى نام، فكانت تتفاهم مع قرد آخر أصغر سنا وأشب وأفتى من صاحبها. فلما نام صاحبها مالت إليه فوقع عليها، فلما استيقظ القرد العجوز شم فيها رائحة فصاح، فاجتمعت عليها القردة فرجمتها حتى ماتت. لكن هل هو هذا من شأن القردة أن تكون هكذا أسرا ولا تخرج؟ نعم، هي من شأن مثل هذا النوع من السباع إذا توحشت أن يكون كل واحد معه قرينته. وهذا الشأن معروف في الأسود وفي الذئاب وفي كثير من الحيوانات. الحميدي يقول في جمع بين الصحيحين: وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيء من هذا الخبر في القردة، ولعلها من المقحمات التي أقحمت في صحيح لا الفائل. هذه الرواية ثبتت في الأسانيد الأخرى، وحتى من غير طريق محمد بن مطرين الفربري، محمد بن يوسف بن مطرين الفربري، فهي من طريق المحاملي وغيره، وهي رواية ثبتت في صحيح البخاري لا إشكال فيها. ومثل هذا النوع هو مما يريه الله جل جلاله بعض عباده ليجزموا بأمر ما. فالحيوانات غير مكلفة، بهائم غير مكلفة، لكنها تفعل أشياء هي من جنس التكليف، مثل الغراب الذي أرسله الله يبحث في الأرض. فنقول هي حادثة عين صحة العبارة في تلك المجموعة. هي قصة بمثابة التعليم. فنحن الآن نعلم أن المصلحة في الزاني المحصن هي الرجم، ونوقن بذلك. لكن من الإعجاز العلمي، من إعجاز الله، أن نرى البهائم التي ليس لها عقول تطبق نفس الحكم. فلذلك ثبت الأمر لدينا، فلم يبقى لدينا إشكال، فالحكم ثابت عندنا بالوحي. نعم، ورأينا تطبيقه حتى من البهائم غير المكلفة، فدل ذلك على أن هذا هو المصلحة. ومثل هذا النوع هو مما يعترض عليه بعض الناس، فيقولون: أنتم تريدون الاستدلال للنص بوقايا الأعيان وبالإعجاز العلمي. والجواب أن هذا مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. فإبراهيم مؤمن بالوحي، ولكنه أراد أيضا أن يرى إعجازا في الواقع، فأراه الله ما أرى. أنا سألتقط كلمة المصلحة التي قلتم، وهو أدلس إلى محور أخير مهم، وهو النص والمصلحة، باعتبار المصلحة هي نوع من أعمال العقل أصلا. أولا، هل إطلاق القول بأن الشريعة مصلحة، وبأن كل الشريعة مصلحة، وبأن كل مصلحة من الشريعة، هو صحيح؟ بالنسبة للأول صحيح، والثاني يفصل فيه. فالشريعة مصلحة قطعا لا محالة كلها، لأن الله لا يصل إليه عباده بنفع ولا ضرر، فكل ما يشرعه فإنما يشرعه لمصالح عباده.
لكن هذه المصالح منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي، ومنها ما يعارضه مفسدة راجحة أو مساوية، ومنها ما لا تعارضه المفاسد. فما تمحضت مصلحته مما سكت عنه الشارع وليس فيه أي مفسدة هذا من الشرع ولا يقتل فيه من الشريعة. طيب وما تمحض وما رجحت مفسدته على مصلحته ليس من الشريعة قطعا، وما كانت فيه تزاحمت فيه المصلحة والمفسدة بالتساوي أو رجحت فيه المصلحة هذا الذي يرجع إلى الاجتهاد فلا نجزم فيه بشيء. المعيار في تحديد هذه المصلحة ما هو؟ قد تراها مصلحة ولا أراها، لا نقول إن كل ما ثبت أن ما يمكن أن تكون متمحضة، لا يمكن أن تكون متمحضة فنختلف فيها. المقصود المصلحة التي يجمع كل الخلائق على أنها مصلحة. نعم كل العقلاء نعم كل العقلاء إذا اتفقوا رجعنا على أن أمر ما أيضا يتفاوت. نعم متفاوت، لكن إذا اتفق العقلاء من الناس على أن أمر ما مصلحة متمحضة نسلم أنه شرع. نسلم أنه شرع، مثل ما لو كان الإنسان يقف على الشارع والسيارة مسرعة إليه فلا شك أن خروجه عن الشارع مصلحة، فلذلك وجبت عليه شرعا ويتفق الناس على الوجوب، وأن هذه مصلحة متعينة ما يقابلها إلا المفسدة. ومثل ذلك ما لو رأى جدارا سيسقط عليه فهرب فيجب عليه الهرب ويحرم عليه البقاء مكانه، لأن هذه مصلحة متمحضة. والعقول تتفق على هذا، كل العقول السليمة تتفق على أن هذا من المصلحة، والأخذ بالأسباب في مثل هذا النوع. بعضهم يقدم مصلحة أخروية يقول استسلم القضاء والقدر، القضاء والقدر منه أن يفعل يدفع القدر بتصرفه. طيب هل الاستحسان شيخ المصالح المرسلة وسد الذرائع كلها مبنية على هذا الأصل؟ هي مبنية على على, على 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 هذا الأصل هو اعتبار المصلحة. لكن فقط قضيتها أن بعضها يقع الخلاف فيه في تكييفه، فمثلا قد تأتي مصلحة راجحة في مقابل نص شرعي لكن ذلك النص تعللي لا تعبدي، فالنصوص التعبدية لا يمكن أن نفهم نحن المصلحة في مقابلها لأن مصلحتها أخروية، لكن النصوص التعللية يمكن أن تعارضها مصلحة، وهذا الذي نسميه بالاستصلاح وهو مصدر من مصادر التشريع. فيعطل النص. وسأضرب لك مثلا. نعم يعطل في لخدمة النص. من أمثلته النص. نعم من أمثلته عند المالكية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث رواه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهرها رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا نص هو أن الولي ركن من أركان النكاح ولا يصح النكاح إلا به. لكن المالكية رأوا أن الدنية التي لا يرغب فيها لمال ولا لجمال ولا لنسب إذا وجدت من يرغب فيها بأي سبب من الأسباب يزوجها عامة المسلمين ولو بغير إذن ولي، لأنها ستفوت عليها مصلحة هي. طيب إذا وجدت زوجا طيب هذه فرصتها في العمر. طيب وقد لا تتكرر أبدا، فلذلك فهموا أن هذا النص تعللي وأن الولي ليس تعبدا، وإنما يقصد به مؤازرة المرأة وقيام بشأنها ومصلحتها، فالمرأة كثيرا ما تخفى عليها المصالح فتحتاج إلى ولي مرشد. لكن هذه التي لا يرغب فيها لشيء أصلا مصلحتها لا شك أنها في هذا، فلذلك الحكم تعللي، فنحن لم نعطل النص بل نظرنا إلى مقصده الشرعي وأعملناه بما يشبه تنقيح المناط بزيادة. طيب تنقيح المناط لدينا منه تنقيح المناط بالنقص وهو حذف الصفات التي لا تصلح للتعليل، ومنه تنقيح المناط بزيادة وهو تعميم دلالة النص، مثل ما يكثر السؤال عنه في هذه الأيام في رمضان من قضية الكفارة في من شرب أو أكل، فهذا من تنقيح المناط بزيادة، لأن الأصل إنما جاءت الكفارة في من جامع في نهار رمضان. ولكن لا فرق بين الأكل والشرب والجماع، فكلها محرمة في نهار رمضان وكلها إفساد للصوم وكلها شهوة، فلذلك نقحنا المناط بالزيادة فلم نعطل النص بل زدنا في دلالته بالتعليل لأننا عرفنا مقصد الشرعي فيه. طيب أنا خلينا أتصور المسألة الآن بالقسمة العقلية، إذا عندي نص وعندي مصلحة أمامي ثلاث احتمالات أو عدة احتمالات. احتمال الأول هو أصلا ما ذكرناه ليس محل إجماع، ذكرنا أن هذا مذهب المالكية فقط. طيب هو الاستصلاح، لكن مع ذلك توجد أمثلة في المذاهب الأخرى لبعض الاستصلاح في مسائل خفيفة، والاستصلاح أصلا من الأصول المختلفة فيها، فمثلا الظاهرية لا يقرون أصلا أصل الاستصلاح وهو الأخذ بالمصلحة المرسلة مثل هذا النوع. نعم طيب هو المصلحة المرسلة الشيخ متعلقة غالبا بما لا نص فيه،
أنا لا أتكلم الآن هذا. لا لكن هذه المصلحة في مقابلها. نعم. نص. لكن قد يأتيه مقابلها. أتكلم عما إذا كان عندي نص صريح ومصلحة ظاهرها مخالفة النص. مخالفة له. يعني تغيير ما هو ظاهر النص. سواء توسيعا أو تضييقا أو. لكن هذا ليس مخالفة. طيب ليه؟ لابد أن نفهم معنى المخالفة. المخالفة عند الأصوليين وعند المحدثين هي ما يعود بالإبطال على الأصل. مثلا المخالفة التي يحكم أن الحديث شاذ بسببها لا بد أن يكون فيها إبطال للأصل. طيب معارض للنص. نعم. يصلح هكذا نقول. إيه نعم. طيب فإذا عند الاحتمال الأول أن يقدم النص ولا يلتفت للمصلحة. الاحتمال الثاني أن تقدم المصلحة على النص دائما ويعمل بها. نعم. الاحتمال الثالث أن تؤثر المصلحة بالنص. هذا الاحتمال هو المقصود هنا. طيب إذا الأول مرفوض. إيه نعم. إلغاء المصلحة بالكلية مرفوض عدم الالتفات إليه. نعم. طيب نأتي إلى تأثير المصلحة بالنص توسيعا أو تضييقا أو توجيها. يعني ما هو نفس هذا اللي كنا فيه ما لم تبتعد عنه. طيب. هي القضية هنا إذا جعلنا المصلحة في النص ذكر قسمناه إلى قسمين إلى نص تعللي ونص تعبدي. فالنص التعبدي لا يمكن أن نفهم نحن مصلحته لأنها أخروية، والنص التعللي الذي مصلحته دنيوية هو الذي نفهمه، فيمكن أن نوسع دلالة النص حتى تشمل المصلحة، لأن الأصوليين قالوا أن النص يدل من أربعة وجوه، يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بإشارته ومقتضاه ويدل بمعقوله وهو القياس عليه، وهذا هو مذهب المتكلمين. والحنفية عندهم أربع دلالات أخرى، هي دلالة النص بعبارته ودلالة النص بإشارته ودلالته بملحقاته وهي الضرورة هي ضرورته، أي التنبيه والإيماء ونحو ذلك، ودلالته بمعقوله وهو القياس عليه. نعم. طيب. أنا لكن الحنفية لا يأخذون بدلالة مفهومه أمثلة مخالف. ونرغم منكم تعليق موجز حولها، فما إذا كانت هي فعلا من باب أعمال المصلحة في توسيع النص أو تضييقه، ما وقع بين موسى وهارون عليهم السلام لما أمر موسى هارون أن يعتني بقومه من جهة اعتقادهم ودينهم، فلما عبدوا العجلة لم يتركهم ويلحق بموسى كما أمره بل بقي معهم، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت تقول فرقت بين إسرائيل وفرقت قولي. فهل هذا أعمال للمصلحة من قبل هارون؟ أولا هارون عليه السلام نبي مرسل يأتيه من الوحي مثل ما يأتي موسى. نعم. لكن موسى هو القائد. نعم. فهو أمره وخالف النص في الحقيقة، فهو مأمر. لا لكن لا يقال خالف النص لأنه يعتمد على وحي ليس مثلنا نحن. طيب. فهو معتمد على وحي. طيب إذن وقد رأى النص الذي جاءه من موسى عليه السلام ليس فيه أن يتبعه إذا وقعوا في مثل هذا، بل قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فما فعله هو في تحقيق المناط فيه، البحث فيه في تحقيق المناط ليس في غيره. تحقيق المناط، هل الأوامر الثلاثة التي وجه إليه موسى طبقها فيما فعل أم لا؟ وخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو يزعم أنه خلفه بقومه وأنه أصلح ودعا وأنه لم يتبع سبيل المفسدين فلم يوافقهم على شركهم، لكن كان بالإمكان نفهمها نحن أن يدخل فيها لا تتبع سبيل المفسدين أن تهجرهم وأن لا تكون معهم، لكن هارون لم يفهم هذا الفهم، بل رأى أن ذلك خارج عن دلالة النص، ورأى أن الأجدى والأولى أن يبقى فيهم لإقامة الحجة عليهم، ومعه لا شك بعض من لم يفعلوا ولم يدخلوا في الشرك. هو ابن عاشور كان يقول هذا اجتهاد منه في سياسة الأمة، إذ تعارضت عنده مصلحتان، مصلحة حفظ العقيدة ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج، وفي أثنائها حفظ الأنفس والأموال إلى آخره، فرجح الثانية لأنه رآها أدوم، إذ مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقت برجوع موسى عليه السلام. هذا احتمال، لكن لدينا احتمالات أخرى، لأن هارون نبي كما ذكرنا ولا يتصرف. طيب، طيب نترك الأنبياء شيخ. نعم. إذا أذنت لي نذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم، الحديث المشهور لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية أن تذهب للغزو، فقال أميرها للصحابة رضي الله عنهم ألست أميركم مأمرون بطاعتي؟ قالوا نعم. قال فتقحموا هذه النار، فامتنع فريق منهم، هذا وقالوا من النار فررنا. فهذا الامتناع هو أعمال للعقل وللمصلحة على حساب النص الواضح بالأمر بطاعة الأمير. نعم. بالنسبة لهذه القصة، هي حصلت من عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وكان مشهورا بالدعابة، وليس هو أمير السرية في الأصل، السرية أمير سواه، لكن أمير السرية أمره على مجموعة منها، فلما خرجوا لقوا بردا شديدا فاشتكوا إلى أميرهم من شدة البرد، فأمرهم فجمعوا حطبا، فلما جمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا كبيرة أراد أن يداعبهم، فقال ألست بأميركم؟ قالوا بلى. قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير؟ قالوا بلى.
قال فإني أحرج عليكم إلا أن تقتحموا هذه النار، وهو لم يفعل. نعم. فهو أمرهم بخلاف ما هو فعل. هو كان ممازحا لكن هم ظنوه جدا. لا، لكن بعضهم أراد أن يدخلها فأمسكه الآخرون وقالوا ما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. طيب. فالأمر إذا كان من غير معصوم لابد أن ينظر إليه على قياسه بالشرع، فإذا خالف الشرع لم يطع، فأمر ولي الأمر طيب. ينظر إليه مع الشرع. طيب هذا فإذا جاء موافقا لشرع الله كانت طاعته لازمة. طيب هذا أمر وإذا جاء مخالفا لشرع الله أدى إلى قتل الأنفس ودخول النار. هذا أمر من غير معصوم. طيب عندما يخالفون أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم أعمالا للمصلحة، في مثل حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال إذا ماتت فآذنوني، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن المصلحة أن يرتاح. لا يقال فيه المصلحة، بل يقال هنا تعارض الأدب والطاعة، وهذا أصل شرعي نظر عقلي مصلحي. لا، هو تعارض الأدب والطاعة، وقد جاء لذلك أمثلة، منها تأخر أبي بكر عندما أمره أن يتقدم في الصلاة إماما، فتعارض لديه الأدب والطاعة فقدم الأدب. ومثل ذلك هنا إيقاظهم له وقد نام في الليل عندما ماتت هذه المرأة أو الغلام الأسود الذي كان يقوم المسجد، فتعارض لديهم الأدب والطاعة. طيب موقف. والفقهاء وكذلك شرح الحديث يذكرون أمثلة من تعارض الأدب والطاعة. طيب وتضمين علي رضي الله عنه للصناع والغسالين والصباغين بينما المؤتمن لا يضمن كما هو معروف. لا، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه في وقت الحاجة إليه عندما حدثت أحوال تقتضي تغير الاجتهاد. فقد قال مالك رحمه الله تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، وقد وجدنا أن الأجير ينقسم إلى قسمين، إلى أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، والأجير المشترك إذا لم نضمنه فليس هو أجيرا بمعنى أنه مأمور ومنهي، بل هو شخصية مستقلة اعتبارية. إيه نعم، فلذلك لا بد أن يكون له أحكام مختلفة. وهنا الاجتهاد ليس في تعطيل النص، هنا الاجتهاد في دخول هذا في دلالة النص، فهو من باب تنقيح المناط. هل الأجير المشترك هو أجير مثل الأجير الخاص فيدخل في نطاق المؤتمنين والأمناء الذين لا يضمنون إلا مع التفريط أو ليس كذلك؟ لكن في النهاية تأثير المصلحة في فهم النص أو تطبيقه. نعم، هذا ذكرناه أنه لا حرج فيه. طيب وعمر رضي الله عنه لما عدل عن قسمة الأرض المفتوحة على المجاهدين وتركها للمسلمين وقفا أيضا هو عدل عن؟ نعم، هو النص في قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. قسم الخماسية. إيه نعم. وعدل عن هذا. هذا لا، لحظة، ما غنمتم من شيء، فالغنيمة في الأصل عند العرب لم تكن تطلق على الأرض، وإنما تطلق على المال والسبي والحيوانات والسلاح ونحو ذلك. قبل عمر ما كانت تقسم الأرض المفتوحة على المجاهدين؟ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلا خيبر. نعم. وذلك لسبب المال الذي فيها وهو النخل. خيبر فيها نخل، هو مال مغل له غلال وثمار. أما مكة فالراجح أنه فتحها عنوة ولم يقسمها قطعا. والأراضي الأخرى الحنين، الأراضي الكثيرة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلها ولم يقسمها. طيب. ومثل ذلك ما فتح في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد قسم بين الناس الغنائم ولم يقسم الأرض. مثلا اليمامة لم يقسمها أبو بكر الصديق بين المجاهدين الذين فتحوا حديقة اليمامة، ولم يكن يخطر ببالهم إذا كان الأرض تدخل في الغنائم. لكن لما فتحوا الحضارات الأخرى ووجدوا أن الأرض أملاك، جزيرة العرب واسعة وسكانها أكثرهم بدو، فلم يكونوا ينظرون إلى الأرض على أنها ذات قيمة وذات ملك. فلما فتحت العراق ومصر والشام ووجدوا أن هذه الأراضي لها ثمن وغلاء، ونعم أنها تعتبر ثروة، احتاجوا إلى هذا الاجتهاد. حينئذ نظروا في الأمر. حينئذ نظروا فأخرجوها. والدليل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة فيها فاخرج. هذا فيه إشارة. أبو ذر لم يكن يتوقع أن الرجلين يقتتلان على موضع لبنة، وهذا من ضرورة الأمصار والمدن والبلاد الثمينة التي أرضها لها قيمة والمخططات. نعم، فأبو ذر خرج إلى السوق فرأى
ربيعة بن شرحبيل بن حسنة يقاتل أخاه كعبا على موضع لبنة من أرض القاهرة، فخرج ولم يعود إلى بيته ولم يأخذ متاعه تطبيقا للأمر النبوي. طيب شيخ اسمح لي، أنت أوصيتني في أول الحلقة بالصرامة في إدارة اللقاء، أمرتني لا توصيني، فسامحني. في تطبيقات الفقهاء أيضا نجد شيء من هذا، يعني لما لكن سترجع معك إلى تنقيح المناط دائما، هل هذا من دلالة النص أو ليس من دلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه في الصلاة، وأخذ من هذا كراهة إغماض العينين في الصلاة. لكن ابن القيم يقول والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع فهناك لا يكره التغميض قطعا، بل القول باستحبابه أقرب. هذا يقول باستحباب خلاف ما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لم يرد نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بفتح العينين في الصلاة، لكن كان بل جاء الأمر، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الأفق، وقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة فلينتهين أقوام عن ذلك أو لتأخذن أبصارهم ثم لا تعود إليهم أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأبصار في الصلاة، فدل ذلك على أن الأمر تعللي، فبين أن المقصود هو خشوع الصلاة وهيئتها، وهذا الذي فهمه القيم رحمه الله وغيره. وهذا يدل على أن الأمر هنا تعللي لا تعبدي، وقد فهمنا علته فما حققها أخذنا به. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن التغميض قد يكون بسبب مثل ما لو هبت ريح مثلا، هذا مؤقت، أو رأى الإنسان شيئا يشغله، حركة شيء يمر بين يديه. لكن إذا سمحت لي، نعم، وقد ذكرتم العلة، هل العلة هنا بمعناها الأصولي بمسالكها المعتبرة؟ نعم لا محالة، لا بد، لأن الحديث على المصلحة هو أخف من هذا في التدقيق وفي نعم المصلحة قد تكون علة وقد لا تكون علة. نحن لدينا في الحكم الشرعي يحاذيه حكمة ومصلحة وعلة وسبب، وهي أربعة ولا بد من التفريق بينها، لأن المصلحة والحكمة لا تدخلان في أقسام الخطاب الأصلي أي الخطاب الوضعي، لكن العلة والسبب هما قسمان من أقسام الخطاب الوضعي. والذي يعرف مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين في هذا يزول عنه الإشكال بالكلية، لكن لا بد من هذه أمور علمية دقيقة تحتاج إلى دراسة الأصول، دراسة طيب حقيقية. لو وقفنا عند حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا ومع ذي محرم، من الفقهاء من ينظر إلى هذا ويقول أن المصلحة منه أو المقصود منه هو حفظ المرأة وصيانتها، هذا واضح جدا. فمن ثم إذا وجدت طريقة تكون فيها مصلحة للمرأة من حيث الأمن فلا داعي للمحرم ولا حاجة له، هذا يمكن. ولذلك إذا عارضه واجب مثلا كان السفر والوجوب، دعنا من الحج الأمر ظاهر. إيه نعم. وكذلك إذا دعاها زوجها، كان زوجها في أمريكا وأمرها أن تأتيه وأمره واجب، فهمت؟ فيدخل في هذا، يدخل في هذا. أو كان لحاجة مثل المرض تحتاج إلى علاج، أو الهجرة من بلد أسلمت فيه أو تخاف فيه على نفسها، فلا بد أن تهاجر إلى بلد آخر تعلموا في أحكام الشرع كما كان في صدر الإسلام، وكان النساء يخرجن مهاجرات بدون محارم. لكن عموما الأصل والأحوط أن يترك للنص حرمته، فلا تسافر يوما وليلة بكاملهما إلا مع ذي محرم، لكن ما كان أقل من يوم وليلة ولو بالطائرة في الأحرام، قطعت 1000 كيلو. إيه نعم، ولو قطعت أكثر من ذلك إذا لم يكن فيه ترانزيت مدة 24 ساعة. طيب أنا قبل أن أخوض في محاولة ضبط تأثير المصلحة في النص، أريد أن أشير إلى نظرية الطوفي رحمة الله عليه في تقديم المصلحة مطلقا على النص، بحيث أنه يقول أنه إذا ثبتت المصلحة في أمر فلو عارض النص يترك النص ويصال إلى المصلحة، ودليله لا ضرر ولا ضرار. هذه كما يقال هي من الأمور الأربع، من الاجتهادات الأربع التي لا تفهم، وهي الطفرة عند النظام، والكسب عند الأشعري، والمصلحة عند الطوفي، وحوادث لا أول لها التي تنسب لشيخ الإسلام التيمي. كيف لا تفهم؟ هذه كلها نظريات معقدة وهي معارضة حتى للعقل نفسه. فالمصلحة التي يقصدها الطوفي ما هي؟ هل هي المصلحة الأخروية أو المصلحة الدنيوية؟ مطلقا هل هي المصلحة الإجماعية؟ هو يقول أن النصوص قد تكون مبهمة بينما المصالح اتفق العقلاء عليها. لا، ليس العقلاء متفقين على كل المصالح، بل قد يكون الإنسان نعم قد يتفقوا على مصلحة في وقت معين. النص نعم، هذه إذا تمحضت ولا يمكن أن تخالف نصا. المصلحة التي يتفق الجميع على أنها مصلحة وهي متمحضة ليس في مقابلها مفسدة، هذه لا تخالف نصا أبدا. واحتج بمثلا لولا أن قومك حديث عهد بكفر، كيف أنه لأجل المصلحة ترك ما كان شرعا، لأن هذه مصلحة يعارضها مفسدة،
احنا ذكرنا المصلحة المتمحضة التي لا يعارضها شيء، لكن اما المصلحة اذا عارضتها مفسدة فلا شك ان المقصد الشرعي وما دلت عليه النصوص، يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذا عارضتها مفسدة أكبر منها قضت عليها. فسر لي هذا إذن. وقد احتج بقول ابن مسعود رضي الله عنه في موضوع التيمم وكان ينهى عنه ويقول لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم وهو يرى الماء، فعطل نصا. لا سامحني على هذه العبارة بس الواضح، عطل نصا شرعيا واضحا وهو التيمم، ورد في كتاب الله ليس فقط في الحديث، لمصلحة رأى أن الناس قد يتساهلون فيها. ليس كذلك، بل المقصود هنا أن ابن مسعود رضي الله عنه مرب، وقد أرسله عمر بن الخطاب لهذه المهمة إلى أهل العراق. نعم. وقال هذا ابن أم عبد كنيف ولي علما آثرتكم به على نفسي، وأمره أن يعطرهم على الحق وعلى ما عرف منه، فكان يربي الناس ويأخذ بسد ذرائع، وهذا دليل على سد ذرائع والأخذ به، فإن الناس وجدوا أن الله أذن لهم بالتيمم لسببين، السبب الأول فقد الماء في السفر، والسبب الثاني المرض، وكلاهما مطلق، ففقد الماء قد يكون غلاء الماء ملحقا به، وقد يكون قلة الماء تلحق به إلى آخره، والمرض قد يكون خفيفا وقد يكون متوسطا وقد يكون شديدا، فلذلك رأى ابن مسعود أن يمنعهم من التيمم المرض الخفيف، مع أن أصل الدلالة تقتضيه لو أخذنا بالعموم، لكنه لم يعطل النص وإنما ذهب إلى تنقيح البناط فيه. طيب هذا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكنتم مرضى تشمل ثلاثة أنواع من أنواع المرض. ابن مسعود رأى أنها لا تشمل المرض الخفيف وسد هذا الباب ليلا يرى الناس أن كل مشقة مثل برودة الماء تؤدي إلى التيمم. طيب هذا وهذا شاهدنا يوجد في بلادنا بعض المناطق التي يشتهر في أهلها التيمم لأنهم يبالغون في الأخذ برخصة المرض، يحتاجون إلى ابن مسعود. نعم لا يحتاجون إلى ابن مسعود. نعم وجدي الددو رحمة الله عليه يرد عليهم في مرجوسة يقول فيها وأمة بها جميعا وصبوا في كل وقت وزمان عجبوا، يقول يستنكر هذا الحال. وكذلك العلامة محمد بن الطلبة رحمة الله عليه في قصيدته اللامية يقول يقولون مرضى هل سمعتم بأمة بها مرض قد عمها لا يزايل، فهذا النوع يوجد بعض البيئات يستهير فيها التيمم وتترك الوضوء. طيب هذا النص الشاطبي يعني ملفت جدا، نحتاج منكم إلى تعليق. لافت لأن يقال لفته إلى الأمر ولا يقال ألفته، متعد بغير همس، مثل ما تسمعه في دعاء القنوت الآن كثيرا ما يقال فأشغله بنفسه، هذا لحن فاحش قالوا فاشغله بنفسه. الشاطبي يقول القواعد المشروعة بالأصل إذا دخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا، ولكن الحق يقتضي أنه لا بد له من اقتضاء حاجاته وإن لابس المنكر. يعني هنا القضية هي أنه رخصة له في ملابسة المنكر. هذه القاعدة في الأصل هي العز بن عبد السلام وفصلها في كتابه قواعد الأحكام المصالحين ثم تبعه رخصة في ملابسة المنكرات الصحيحة لأن مصلحة حياته لا تقوم إلا على هذا. نعم. أين الورع وأين هذا؟ لا هو عند النصوص المقصود، وأين المقصود من الورع أن يحفظ بدنه فهو أمانة الله لديه. فهمت؟ ليس الورع دائما مقتضيا للوقوف مع النص، لأن تعيد هذه العبارة؟ لا أنت تصيد. طيب المقصود الوقوف مع النص بمعنى الظاهرية. طيب معنى دلالة النص الظاهرة. طيب. لكن إذا اجتمع منكر ظاهر يراه الإنسان ومعروف لا بد منهم هو مأمور به شرعا، فإن المعروف لا يترك من أجل المنكر، وهذه القاعدة التي أصلها العز بن عبد السلام، قال لا يترك الحق لأجل الباطل. طيب هذا له تطبيق عملي الآن. تطبيق طيب. عملي في العهد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وعليه 360 صنما، وسعى بين الصفا والمروة، وعلى المروة صنم، على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة. وهذه القاعدة نظمها الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه، فقال لا يترك الحق لأجل باطلي من فاسق في دينه مماطلي، فأتي المساجد وزر، أتي المساجد مع ما فيها من البدع، وزر زيارة القبور مع ما فيها من البدع، فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي، فاحضر بشخص ناوي الهجران فإن نهيت فلك الأجران، فالحق للباطل ليس يترك،
وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنام للبيت مع ما ثم من أصنامي وعزل يعز الدين إن لم تكتفي بذاك والمعطاك فأفا يكتفي. طيب. وهذا الذي سماه سيد قطب رحمة الله عليه بالهجرة الشعورية. نعم. أن يهجر الإنسان المنكر بشعوره فيكون هاجرا له، لكن هو لابد أن يخالط الناس ويصبر على هذا. مثالا معاصرا ليكون أوضح لما نريد، الآن عندما يطلب الإنسان ما أن يدير قناة فضائية من أهل الخير، وهذا القناة فيها من المناكر ما فيها، لكنه يتأول أنه إن دخلها فقد يحقق شيء من المصلحة أو يكف شيء من السوء، فهل هذا النظر المصلحي يبيح له أن يتقحم المنكرات الواضحة الصريحة الموجودة في القناة؟ إذا كان هو قادرا فعلا على الإزالة لنقل والتغيير، إنه قادر. إذا كان قادرا ليس الإزالة إنما التخفيف، ربما التخفيف المقدور عليه سيظل يلابس منكراته وهو في عافية لو ما دخل أصلا. لا، لكن لو ترك ذلك لاشتغل به أهل الفساد ولم يكن للمسلمين صوت مسموع، وهذا كما ذكرنا يدخل فيما حكينا في قصيدة الشيخ محمد بابا في قوله والدين وإعزازه حتم، فليس لنا أن نلزم المسلمين الذل والعدوما، بل ينبغي أن يعدوا للعداة قوة تفوق الأمة في مجموعها الأمم، وينصر القوم قوم منهم وقدروا بما به، ويخدم القوم الحق قوم منهم وقدروا بما به غيرهم للشر قد خدم. طيب شيخ، حتى نختم الآن، نحن قررنا أن الرخصة تؤثر في النص توسيعا أو تضييقا، أنا أريد في نصف دقيقة كلمة مختصرة حول ضابط هذه المسألة، لأن المصلحة تقصد، يعني أنه تأثير المصلحة في النص، لأن لا يفهم أنه كل مصلحة أراها يمكن أن تؤثر لا في النص. هي القضية هنا أولا محظورة على غير أهل الاجتهاد، الاجتهاد بشروطه التامة. نعم، لا بد أن يكون صاحبها مجتهدا على درجة من درجات الاجتهاد. طيب. الست، ثم بعد ذلك لا بد أن تكون تلك المصلحة غير ملغاة بنص. طيب. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون المصلحة متحققة الوقوع يقينا. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون المعارض لها من النص أدنى منها من ناحية التحقيق، ثم لا بد أن يكون ذلك النص تعلليا لا تعبديا. نعم. هذه الضوابط إذا تحققت دلالة النص ستفهم من خلال المصلحة، فتكون بمزيد شرح وبيان فقط. نعم. أكرمك الله شيخنا، الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.